والله والله ما ادري. انت متابع برنامج السوق؟ كم دفعه برنامج السوق؟ كانت امي حلمها ان ادخل برنامج السوق. كم دفعه؟ اتوقع كان التوتر كله مجموعات 21. كم نسخه جاتها الحين؟ السوق الحين في نسخه جديده بيقدمها. كم رقمها؟ السوق واحد اتوقع او اثنين. واحد. سعيد ابو ظهير تعرفه؟ ايه. وسعود القحطاني كلهم. واعرف بدر حافي اللي اخذ المركز الاول بيض له وجه وافي. هو ان شاء الله من اللي بيمسكون برنامج السوق. عليك بعدين نروح نسير عليهم. شقر عليهم عزمونا حقنا السوق. سعيد جعلها اسم سعيد ابو ظهير وسعود القحطاني كلهم الناس اللي دعموني انا شخصيا. ايه تستاهل. ودك كذا عادل انت تمسك فقره عندهم فهمت؟ بروحك الرياضيه. ولا انت لا ابعلمك. انت شخصيه ترك الدوسري. انت ما تضحك ترى. مشكله انا حتى لو اصير عصبي دقيقه وابتسم. لا يعني امسك انا بسوي زي فالح مفتش. لا يعني امسك فقره رياليتي. لا لا انا بمسك رياليتي. لا لا تدري انا جوي مو بكذا. انا جوي نفس مثلا فقره زياد في العمق. عرفت كيف؟ اي والله انك بتمسكهم جوي بتمللهم جوي أنت. لا جوي استفزاز اوترك استفزك اطلع مو بس ما فيك اطلع كل ما فيك من اسرار عشان الناس اللي يحبونك يعرفونها. فهمت علي؟ اخلي الناس يشوفونك بشخصيه ثانيه. عرفت كيف؟ يعني الناس الحين مثلا دائما مبتسم ما قد شافوك الناس وانت معصب. والله لو اعصب حتى لو اعصب انا احنا فينا ميزه عماني وخوالي ذولا في يعني زي ما تقول ما طول. فهمت؟ تعصب تعصب تضحك. نعم. فهمت؟ أنا مرة مسكت عريف في ثالث متوسط سويت نفسي صارم عندهم وأنت جلس ولد والله ما حد أطلع. والله ضحكت ابتسامة واحدة الفصل كلها لجة. ما قصدك كذا. القيادة فيني قيادة لكن الضحكة هذه. طيب وتف ايش رايك بصوتي؟ كم تعطيني من 10؟ يعني 9 ولا 10؟ من كم؟ من 10؟ 3 من 10. لا بس اسمعني بعدين احكم. اذا قلت كذا ركز علي. اذا قلت كذا. طيب وتفكيري قديم عايز زمن عبد الحليم أثر القلوب تغيرت الله والناس تضرب بالصميم طيب وتفكيري قديم تأثرت 2 من 10